صباح الخير ومكملين معكم بالأعياد. دايما بنفكر شو بدنا نطبخ لأول يوم من العيد والحلويات والتحضيرات. رح نحكي عن هالموضوع بالإضافة لموضوع التخمة وتوفير الاستهلاك المنزلي مع رزان شوحات. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ كيف حالك؟ كل عام وانت بخير والجميع بخير كمان. وانت بألف خير يا رب. بداية وببداية لقائنا الصباحي عدنا نحكي أنا ورندا عن موضوع اللي رح نبدأ فيه، موضوع الاستهلاك. قديش بشكل عام في شعوب مستهلكة وفي مقابل في أشخاص كتير عم بيموتوا من الجوع. فلو بدنا نعطي شوية نصائح رزان عن موضوع الاستهلاك المنزلي اللي هو مرتبط جدا بالبيئة اللي عم نعيشها وبالتوازن اللي لازم يكون كمان عليه الأجيال المقبلة. 100% ودانا هذا كمان جزء من العيد أصلا والعادات اللي أصلا عم تمشي. يعني لما الشخص عم بيضحي كان هل عم بيحكوا على الأضاحي، فهذا جزء من إنه نحن نشارك 100%. الناس اللي أصلا ما عم بيكون عندها الكم اللي عندنا اياه. وبيجي التوفير، هلا التوفير بيجي للبيئه، بيجي من ناحيه دينيه وبيجي كمان من ناحيه صحيه. لانه ما بدنا نحن نوصل لمرحله تكون كميه الاكل اللي عم ناكلها فائده. يعني شيء طبيعي انه الدنيا عيد رح نعمل، عاده بيكون في الافطار الدسم، بيكون في الغداء الدسم، بيكون في المعايدات. فنحن بخلال النهار كله عندنا فائض بكميه الاكل، عندنا كل بيت عم نزوره عم نتضيف برضه منه، سواء عصير سواء كعك سواء قهوة، فعم بيكون في كميات فائدة كمان. وطبعا لأنه نحن بطبعنا كأردنيين كريمين كثير، فما بيصير تزوري بيت وما تتضيفي. وكثير مرات عم بتصفي هاي قطعة الكعكة أو المعمولة، أول شيء حساب صحتنا، تاني شيء مرات كثير عم ناخدها وما عم ناكلها، عم تنكب، فبرضه عم بيصير في تبذير اقتصاديا. ونحن هلأ بهاي الظروف اللي عم نعيشها أكيد عم ندور على الأقل. فعشان هيك بدي يكون كرمنا حتى لو نحن عم نضيف، إذا الشخص اكتفى بالضبط. حتى أنا كتير عم بحب الأشياء اللي عم بيعملوها بعض العائلات، إنه عم بيجتمعوا كلهم بمكان واحد وبيضيفوا بعض وبيعيدوا بعض، فهيك بيكون أول شيء وفروا، وهذا جزء كتير كبير من التوفير. وجزء تاني كمان إنه ما خلى الشخص يتعب بالدورة اللي ممكن تكون بهذا اليوم. طيب رزان، أنا عندي شوية أرقام بس بدي أضلني أذكر فيهم، لأنه مبارح بس قرأتهم عن جد. لازم الواحد ثقافة إنه ما وقفت علي عن جد بطلها. شوفي، عندنا مليار طن تقريبا من الأغذية بينكب عشان بيكون فائض غذائي عند بعض الدول، وفي واحد من بين سبع أشخاص، يعني تخيلي في سبع أشخاص هلا، في واحد بينهم رح يروح للتخت أو ينام وهو جوعان. والرقم اللي بخوف أكثر إنه 20,000 طفل تحت سن 5 سنين يوميا بيموت من الجوع، وهذا الأسوأ. فيعني تخيلي كيف عم بتكون الكفة غير متوازنة. عن جد بالضبط رح توقف. يعني لما بدنا نطبخ ليش ما تكون الطبخة على الأد، لما بدنا نضيف اللي ما بده ما ياخد، اذا ماكلين او شبعانين نعتذر. بالضبط. يعني ما في حدا بالنهايه رح يزعل من حدا، وما في حدا رح يحكم على حدا اذا السفره مش ممدوده من هون لهناك. ودانا عم بتصير تكلفتها اكبر على الصحه. يعني نحن كمان هاي الاشياء اللي عم ناخذها عم بتكلفنا اطباء، عم بتكلفنا علاجات، عم بتكلفنا وقت نحن عم نقضيه بالفرشه بدل ما نكون عم نشتغل فيها. فهي بكل الاحوال لازم ننتبه لها اكثر ونبدا نخفف فيها. صحيح. وحتى موضوع لما حكيتي يمكن مش عم نحكي كثير تغذيه، بس نفس الوقت رح تريجي بالتغذية. لأنه لما أنت بتقولي ما وقفت علي، هي وقفت، لأنه لما أنا ببدأ بالتغيير رح أنقل هذا الشيء لعائلتي. صح. وأولادي ولجيراني وللي حولي، وحتى لو أنا مش بقدرتي بكمية كبيرة، بس ممكن نحن نتشارك ونساعد. صح. فبنكون بلشنا نغير. صح. بهاي العادات الاجتماعية والغذائية كمان 100%. يعني ناس زي ما حكيت يمكن مش قدرتهم، لكن بيكتروا كميات على حساب قدرتهم المادية. أيضا من المواضيع المهمة نحكي فيها هو يعني صباح يوم الأضحى المبارك بتكون في السفرة المعهودة من معالي من كبدة. بهمنا نعرف منك تفاصيل القيمة الغذائية. هلا كتير مهم، لأنه كمان دانا ما تنسي إنه يوم عرفة اللي هو اليوم معظم الناس أو المفروض إنه يكونوا صايمين. فإحنا عم نبدأ من نهار الصيام ومنيجي الصبح بأكل دسم. يعني أكل الكبدة، الكلاوي، كل هاي الأشياء اللي موجودة. هلا حلو، لأنه هاي أول شيء سنة وأول شيء عادات غذائية الناس متعودة تعملها بالعيد. صح.
لكن بدنا ننتبه لبعض الأشخاص اللي المفروض ينتبهوا أكثر من أنواع هاي الأكل، والمفروض ينتبهوا أكثر لكميات هاي الأكل. فنحن ما بنقول ما ناكلها، لكن بدنا ننتبه أكثر ليش نقلل منها ومين الأشخاص اللي أكثر شيء بهمهم. صح. يعني مثلا لو بدي أحكي عن الكبدة، هلأ الكبدة معروف دانا، أي حدا بتقولي بيقول لك عنده ضعف دم بيقولوا له كل كبدة. بالضبط. ومرات كتير بيبدوا ينصحوا الحوامل بأكل الكبدة الزيادة، وهون نحن منخاف. هلأ ليه منخاف؟ لأنه صح الكبدة غنية بالحديد، غنية بالمعادن كتير، غنية بالسيلينيوم، غنية بالمغنيسيوم، غنية بالفوسفور، لكنها غنية كتير كمان بفيتامين A. غنية لدرجة أنه كل 100 جرام يعني تقريبا كل 3 قطع صغار عم بيعطوكي 400% من احتياجاتك من الفيتامين A. فهلا 400% من يعني وجبة كتير. ليش كمان كتير؟ لأنه فيتامين A من الفيتامينات اللي بتتخزن بالكبد. فرح تتخزن على مدى السنين، وإذا كنا عم يعني إذا بس أخذنا هالفطور أوكي، بس إذا إحنا صارت عادة وعم ناخده يوميا أو أسبوعيا عم بتزيد الكميات وعم تتخزن بالكبد، وهاي بتأدي بالضبط بتأدي لمشاكل بصحة الكبد بالمستقبل، لأنه بصير في زيادة بتخزين الكبد من فيتامين A، وبالتالي بصير في تسمم. فعشان هيك لنحمي حتى جسمنا ما بدنا نعطيه الفائض، بدنا نعطيه اللي هو بده. طب إذا قدامنا هلا صحن كبدة قديش مسموح ناكل؟ هلا أول شيء بناخذ قطعتين صغار، لكن ما تنسي إنه غير الكبدة في أشياء تانية، في لحمة، بالزبط. في لسا الغداء، في الحلويات. فعشان هيك بناخذ 3 قطع صغار وذاتس. هلا رح يزعلوا منك. هلا أنا ما أطلب ما تاكلوا، رح يزعلوا، أنا قلت لهم ما تدوا، لكن احنا بنقول ندوق بس بكميات قليله. صح. وخاصه من الاشخاص اللي كتير لازم ينتبهوا هم الاشخاص الستات الحوامل، او الاشخاص اللي عم يتناموا بتناولوا فيتامينات مدعمه بفيتامين A، لانه كمان راح يكون في الحبوب مع الكميه اللي راح ياخذوها من الكبده. بالاضافه للاشخاص اللي مناعتهم قليله. أوكي. لانه خاصه انه في كتير ناس بياكلوها مش مطبوخه. فهون بنخاف اكثر كمان من الاصابه ب الملوثات اللي ممكن تكون موجودة فيها وإحنا مش حاسين فيها، ورح تأثر أكتر على هدول الأشخاص. على الحوامل أكتر شيء لازم كتير ينتبهوا منهم. الناس كمان اللي لازم كتير ينتبهوا من كمية الكبدة، قدي قلنا مفيدة بالحديد وكذا، لكنها كمان غنية كتير بالكوليسترول. يعني هدول 3 قطع الصغار فيهم كمان فوق 127 أو 147% من نسبة الكوليسترول اليومي. فيعني هو أكل هالثلاث قطع أوردي أخذ حاجته وزيادة يعني من الكوليسترول، ولسه عنده غدا، لسه عنده الكعك المعمول طبعا معروف فيه كمان السمنة. صح. فيه الزبدة، ففي نسبة دهون عم بتكون كتير كبيرة بيوم واحد. صحيح. فنحن نبدأ نوعى أول إشي لوين موجودة وكيف نوزعها بنهارنا. طيب فايدتها؟ فايدتها قلنا غنية كتير بالحديد، غنية كتير بالبروتين كمان، يعني الأشخاص اللي بهمهم ياخذوا نسبة بروتين عالية، غنية كتير بالبروتين، غنية بالسعرات. كمان غنية بالمعادن، غنية بالمغنيسيوم، غنية بالسيلينيوم. والسيلينيوم نحن من المعادن اللي كتير قليل موجود بالأكل، موجود بالحبوب، موجود بالمأكولات البحرية، موجود بالكبدة. فعم تعطينا جزء من هذا المعدن اللي هو يعتبر من أهم المعادن المضادة للأكسدة واللي بتحمينا من السرطانات كمان. صح. لكن كل إشي زي ما بدينا بالتوفير، يعني بالإشي اللي جسمي بحاجة لإله. صح. والزيادة، ودائما هي الزيادة اللي فيها الضرر. مزبوط. يعني هلأ إذا أخذنا 3 قطع كبدة إحنا ماخدين الفائدة وعنا بعد عن المضار، يعني ما نكتر أكثر. بالزبط. من هيك شو كمان أشياء تانية ممكن تكون موجودة على السفرة ولازم؟ بالضبط. هلأ بيجي بقية اللحوم. يعني أنا إذا بدي أخذ بس كبدة بقدر أخذ هدول القطعتين أو 3، بس إذا أنا لسه بدي أخذ كلاوي، بدي أخذ لحمة، بدي أخذ مثلا الكوارع وهدول لسه كمان أكتر. فيهم يوريك أسيد، فيهم كوليسترول عالي كمان. فأنا بدي أطلع على الطاولة قدامي وأفكر شو عندي وجبة تانية. يعني عنا وجبة الإفطار الرئيسية وعنا وجبة الغداء الرئيسية. اللي ما رح يتغدى مثلا، اللي ما رح يتغدى ده تكون وجبة الرئيسية هي الفطور. فبالتالي بقدر أخذ مثلا قطعة من الكبدة، لحمة، وقطعة من الكلاوي إذا أنا بكون أخذت الثلاث قطع اللي أنا بدي إياهم، دقت الثلاث أشياء وما
زدت بكمية الكوليسترول والدهون والسعرات اللي أنا بدي أتناولها. وعشان كمان بعد هاي الوجبة كتير رح نحس بتقل، رح نحس تعبانين. مزبوط. ولسه قدامنا نهار طويل كمان. صحيح. في نوع من أنواع الأغذية هاي لا يعتبر فيه فائدة يعني لجسمنا، يعني لو أكلنا أو ما أكلنا واحد هو يمكن مضاره أكتر؟ لا يعني ما فينا نقول فيه مضاره أكتر، لأنه في جزء إيجابي قلنا فيه بروتين، فيه الحديد، فيه السيلينيوم، لكن مش إنه يعني ما في أكل سيء دانا قد ما إنه في أكل سيء إذا أكلته غلط وأكلته بكميات كبيرة. أوكي. يعني حتى الناس دايما بيسألوا كتير إنه يعني ما أكل حلو، ما أكل كنافة، ما أكل، لا بناكل، لكن الاعتدال واللي هو صح. المبدأ اللي بلشنا فيه دائما إنه يكون كل إشي عم ناكله باعتدال، بالعكس بكون عم باخذ كل الفائدة. طيب. بس إذا أنا عم باكل بس إشي واحد ما رح أخذ كل الفائدة. صح. اللي أنا بدي إياها. بشكل سريع لما نحكي عن الحلويات، يعني كعك معمول، شوكولاتة، كنافة مثلا. هلا أعتقد إنه ربا بكرة رح تحكي بالتفصيل عن أكثر عن الحلويات، بس إذا نخوفه من اليوم مثلا أدل المعمول. كل حبة معمول حسب حجمها وحسب طريقة عملها فيها على الأقل من 150 ل 200 سعرة حرارية تقريبا. فمش بس لا يعني بس يعني في ناس ابدوا عبدوا قد ايه عم تتناول حبه كعك معمول باليوم، عم بتصير فوق العشرة يعني. يعني قد ايه مسموح لنا؟ تنتين كل اليوم. تنتين. انا بقول لهم دائما حاولوا تفكروا باكثر ناس بيعملوها طيبه علشان دائما نحن بنقول ما تضيعوا سعراتكم. يعني ما اكل حبه كعكه وانا عارفه انه مش عجبتني، او بس انا عم باكلها عشان احراج او علشان يعني حلو نجامل، بس مش على حساب صحتي. انا صراحه كنت اخذ لما اكون يعني ما راح اكلها او شبعانه، كنت اخذ وتنكب، بس عن جد جديد بطلت. يعني هدول تعبانين عليها ومنقشينها وعاملينها عن جد. صح، وخاصة عم بيشتغلوهم بالبيت. فإذا شبعانين يعني نصيحة إنكم ما تاخذوا، ما تضيفوا. بدي أشكرك رزان، إن شاء الله دائما هيك بنحكي عن المناسبات الحلوة معك. إن شاء الله دائما.